أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد. والثلاث وصفات اللي تعودتوا عليها دايما معنا في مطبخ منال، هاليوم احنا بدنا نعمل برضو ثلاث وصفات، ولكن عملت شوية تغيير. حنبتدي بالتورتة عشان بس ما تتلخبطوا، أنا مش قصدي تورتة مع كاسنا الحلويات بدل موالح، لا. طبقنا اليوم الجانبي حيبقى طبق مالح ولكن على شكل تورتة. حنسوي مع بعض التورتة المالحة، إن شاء الله بتعجبكم وتجربوها. خلينا نشوف مع بعض المقادير. التورتة المالحة: 3 كوب دقيق، ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة ملح، 3 ملعقة كبيرة حليب مجفف، ملعقة كبيرة سكر، كوب ماء دافئ، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. الحشو: كوب مايونيز، 2 علبة كبيرة تونة أبيض، 2 ملعقة كبيرة معجون مستردة، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق، نصف كوب زيتون أخضر شرائح، ملعقة كبيرة شطة سائلة. للتزيين: 2 إلى 3 ملعقة كبيرة جبن كاسات، حوالي كوب أو 200 جرام جبن كريمي، تشكيلة من الجزر، الطماطم، الخيار، الزيتون لتزيين التورتة. زي ما اتفقنا احنا التورتة اللي حنعملها تورتة مالحة، ولكن يعني لابد يدخل فيها شوي من فن التزيين. ما بدنا احنا تكوني ماهرة في تزيين التورت، هذه كتير فكرتها بسيطة. وحنزينها بتشكيلة من الخضروات عكسنا الآية، ولكن برضو الكريمة تاعتها حتبقى مالحة، فالوصفة ان شاء الله حتعجبكم. والحلو فيها انها فيها تجهيز مسبق على عدة مراحل. ممكن تجهيز مسبق يكون في التورتة كلها تعمليها حتى لو قبل بيوم وضلها بالتلاجة، او تجهيز مسبق لنفس العجينة. انا قلت كلمة العجينة لانه احنا بدنا نعمل التورتة بالعجينة. هحتاج طحين، هحتاج، خلينا المكونات دائما انا اللي بشتغل فيها للعجينة بحب اخليها جنبي: البيكنج باودر، الملح، الخميرة الفورية الناعمة برضو حنستعملها، والمي. وححتاج حوالي 2 ملعقة من الزيت. إذا حبيتوا تستعملوا زيت زيتون أو حبيتوا تستعملوا زيت ذرة في هالوصفة، الاثنين بمشي الحال. خلينا نبتدي نجهز العجينة. طبعا طالما عم بنقول عجينة نكون عاملين حسابنا أنها حتحتاج وقت للتخمير، فبنعملها قبل حوالي ساعتين أو ثلاثة من الشغل عشان ترتاح وتتخمر وتنخبز، فننتبه دائما للملاحظات هذه. حناخد المكيال ونبتدي نجهز هالمكونات اللي حنحتاجها. يبقى أنا هحط حوالي 2.5 كوب طحين، عشان في بعض الأخوات يمكن بتلخبطوا في العيار. هذه العجينة أنا بدي إياها تبقى طرية شوي، يعني عشان أنا بدي أعملها على شكل توست. في بعض الأوقات أو في بعض الوصفات بنقول لا، العجينة بدنا إياها ناشفة أو يابسة، فأرجو أنكم تكونوا منتبهين للملاحظات اللي بنقولها لنوع العجينة. يبقى أنا حطيت 2.5 كوب من الطحين، وحخلي المجرنج جنبي وأشوف. هلأ عندي الحليب البودرة المجفف. حليب البودرة المجفف دائما أنا بكرر هالملاحظة أنه يستعمل كنوع من المواد المحسنة لأنه بيلين العجينة، ولكن إذا مش موجود عندك أو حبيتي تستبدلي بحليب عادي، بنستغني عن مقدار المي وبنحط الحليب العادي. نشوف مقدار الخميرة. هحتاج مكيال ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة، ونتذكر دائما انه الخميرة الفورية الناعمة تضاف مباشرة على الطحين، ما بحتاج اني ادوبها. في بعض البلاد على فكرة عندهم الخميرة اللي هي بتبقى زي قطعة من الخميرة، هاي مش متوفرة، بقت شوي نادرة، ولكن موجودة في بعض البلاد، فممكن ناخد قطعة صغيرة برضو بحجم المعلقة الكبيرة تقريبا، وبقدر أدوبها بشوية مي لغاية ما تصير عندي زي العجينة الناعمة، وأضيفها برضو على الطحين. هحتاج بيكنج باودر. إذا كان بدك تعملي العجينة قبل بوقت ومرتاحة ممكن تستغني عن البيكنج باودر، ولكن البيكنج باودر دائما بيسرع لي في وقت تخمير العجينة، وبنفس الوقت بيعطيني عجينة كتير هشة وكويسة. زي ما اتفقنا بالنسبة للزيت، احنا حنستعمل هون زيت الزيتون. انا هلأ هحتاج حوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون، حبيت زيت الزيتون او دوار الشمس. بس خلوني قبل ما احط الزيت شوية
نعمل هيك حركة سريعة عشان أتأكد إنه الخميرة اختلطت مع بقية المكونات. بس هيك لثواني بسيطة. أبتدي أحط هلأ زيت الزيتون، معلقتين كبار. ممكن أستعمل زيت دوار الشمس، ممكن أستعمل زيت السمسم، ممكن أستعمل زبدة، ممكن أستعمل سمن نباتي، اللي موجود عندك. وبضل عنا الكوب من الماء الدافئ. وبشغل الخلاط لغاية ما تتشكل عندي العجينة. العجينة عندي جاهزة، وزي ما قلنا بنحتاج نحطها في مكان دافي لتتخمر كويس. بشكلها بس على شكل دائرة، وإذا عندك زيت سبراي أو تمسحيها بشوية زيت بالطريقة هاي، بخليها في الطبق وبغلفها بالنايلون طبعا، وبشيلها في مكان دافئ لحوالي نص ساعة. أنا عندي هون العجينة خامرة وجاهزة، هتبقى عندي بالطريقة هاي أو بالشكل هذا، ومجهزة قالب. ممكن القالب هذا على حسب الموجود عندك في المطبخ، ممكن تعمليه في صينية التشيز كيك بيمشي الحال. وكمان إذا حبيته ممكن نفس الطبق الستانلس ستيل هذا اللي هو يعتبر وعاء مش قالب، ممكن أدخله الفرن وأخبز فيه الكيكة بالشكل هذا أو العجينة بالطريقة هاي. هخليه يخمر، ولكن هاي العجينة خامرة لسه أنا بدي أشكلها. هاخد رشة طحين وأخذ العجينة، أخلي بالي ما بدي عجينة كتير، بأخدها بحطها قدامي بالطريقة هاي. لاحظوا كيف كتير سوفت لأنها خامرة ومرتاحة. بفردها بس بإيدي بالشكل هذا على أساس أنا تنسوش بدي أعملها كأنها توست كبير. فالتوست إذا أنا العجينة زي ما هي رحت حطها بس هيك ودخلتها الفرن وخبزتها بتطلع مقفولة ما بيطلع فيها مسام، فلابد أني أعمل الخطوة اللي بعملها هذه، وهي خطوة كتير بسيطة وسهلة. لاحظوا أنا إيش عم بعمل، مجرد لفيتها كأني بدي أعمل توست. الأخوات اللي بيكونوا مجربين طريقة عمل التوست بتبقى هي هذه الطريقة المضبوطة، عشان زي ما قلنا الألياف الخميرة تأخذ راحتها. هضغط عليها بالشكل هذا وبحطها في القالب اللي حستعملها. طبعا زي ما اتفقنا بعد التخمير الأول حتحتاج برضو تخمير تاني، فأغطيها وأخليها في مكان دافئ لغاية ما تتخمر. الطحين هذا أنا خلص مش هحتاجه، في بعض الوصفات بنقول لا خليه، ولكن إحنا خلينا نتخلص من الطحين ونبتدي نجهز الحشوة. الحشوة كتير بسيطة على فكرة ومرنة. حبيتي تحشي بالدجاج، حبيتي باللحم، حبيتي بالتونة، على حسب رغبتك. أنا هون عندي تونة وشوية بصل أخضر، شوية زيتون، مستردة وشطة، يعني هذه المكونات. خليني بس أجيب طبق أكبر من هذا بشوي، بحتاج طبق كبير شوي. وأبتدي أجهز الحشوة، والحشوة هذه على حسب اللي موجود عندك، ممكن ناخد شوكة، ممكن ناخد سباتيولا هيك نستعملها. أنا هحط البصل الأخضر المفروم، وعندي شوية زيتون، ممكن زيتون أخضر، زيتون أسود، هاللي موجود عندك بتقدري. وزي ما قلنا ممكن أشكل بالحشوة، عايزة دجاج، عايزة لحم مفروم، عايزة روبيان. يبقى أنا هحط هلأ التونة، وطبعا المقدار على حسب حجم علب التونة الموجودة عندك، بتقدري تقيمي الكمية اللي طلباها. وحاخد شوية مايونيز، إذا ما عندك مايونيز ممكن تستعملي الجبن الكريمي في الحشوة. شوية من المستردة بتعطيني طعم كتير كتير لذيذ. شوية من المستردة، وقليل من الشطة السائلة، يبقى هلا الحشوة عندي جاهزة. بس خليني أفتت التونة شوي بالشوكة عشان أقدر أوزعها بهالطريقة.
هلا حخلي الحشوة على جنب، احنا بنمشي خطوة خطوة عشان ترتاحوا شوي في الشغل، ما بدي تحسوا انكم اتغلبتوا بهالوصفة. حنبتدي نجهز التغطية اللي حتبقى على التورتة من برا. ممكن ناخد سباتيولا تاني، ممكن ناخد، وإذا عندك شوية من الجبن الكريمي أو جبن الكاسات، أو إذا حبيتي تخلطي اللبنة مع الجبنة، أو تستعمل الجبنة البيضة مع شوية زبادي، كل هذه الأمور بتقدري أنت تغيري فيها على حسب رغبتك. حاخد شوي من الجبن الكاسات، حوالي معلقتين كبار، وأبتدي أجهز هذه طبعا اللي هي هستعملها لتغطية التورتة، هخليها جنبي برضو تبقى جاهزة. ونشوف خطوتنا التالي بعد هيك. هحتاج اني اجيب التورتة المخبوزة. طبعا احنا ما تكلمنا عن طريقة الخبز، خليني اقولكم اياها هلأ وانا بتكلم معاكم. هلأ عندي هون العجينة نفسها، فكرة ما بدي تتذكروا اللي عملناها قبل شوي وحطيناها على جنب، هي نفسها هذه بعد ما خمرت انا حطيتها بالفرن على درجة حرارة 190 حوالي 12 ل15 دقيقة بتنفش بالطريقة هاي، ويعتبر كنوع من التوست. على فكرة إذا حبيتي تستفيدي من الوصفة كتوست ممكن تقطعيه وتنبسطي في أكله يعني. خليني هلأ أورجيكم طريقة التخلص أو رفع القالب، وخصوصا إذا كان عندي القالب اللي بالشكل هذا. ممكن أجيب بس أي وعاء أو أي برطمان بالطريقة هاي، أحط القالب فوقه، ومجرد اني انزله بالطريقة هاي تبقى عندي التورتة هلأ جاهزة. هخليها قدامي ونشيل هذا، مش هنحتاجه. هحتاج سكين منشارية، والسكين المنشارية طبعا اهم شيء وافضل شيء لتقطيع الكيك، وبنفس الوقت كمان تقطيع الخبز. هقطع الخبز الى حلقات او ثلاث طبقات. لاحظوا كيف أنا عم بفرد صوابعي كلها على وش العيش أو الخبز عشان أملك أقطع، بعد هيك بدخل بهذه الطريقة إلى الداخل. ممكن ننقلهم على طبق. الأخوات اللي بيحبوا يشوفوا برضو هلأ نستفيد من الوصفة هذه كنوع من الكيك كمان، ممكن أخليها بالطريقة هاي، وبنفس الطريقة على حركة دائرية. لاحظوا كيف أنا بفتح ايدي بالشكل هذا، وبنفس الوقت عم بلف الخبز تحت ايدي، وبمشي بالسكين لغاية ما اتخلص او اصل للحافة، بقدر اشيل القطعة التانية من الخبز بالشكل هذا. هلأ بضل عندي، تنسوش انه في عندي انا القاعدة بتاعت القالب، بشيلها بالطريقة هاي. هجيب الطبق واحط، هو اللي هو الطبق اللي هستعمله في التقديم. هحتاج قطع صغيرة من الورق، اخليها على جانب الطبق عشان احافظ على التورتة اثناء تزيينها. طبعا احنا هلأ كأنه عم نشتغل تورتة حقيقية يعني، بس حنعملها زي ما قلنا بالموالح. عندي الحشوة جاهزة، خلينا نتخلص بس من هالشوكة، خلص نهرسها كويس. بوزع شوي من الحشوة، طبعا بدي احاول اقسم الحشوة الى جزئين عشان يكفي عندي حشوة طبقتين من الخبز. هحط الطبقة الثانية بالطريقة هاي، اضغط شوي عليها اتأكد انها تثبتت كويس، واوزع بقية الحشوة. هنحط الطبقة الثانية على التورتة، وهيك صارت عندي التورتة جاهزة بس على لمسات التزيين النهائية. عندي اللي جهزناها اللي هي التغطية، تعتبر كبديل من الكريمة، بس خلوا بالكم لأنه هذه مالحة، فبحاول أحط فقط طبقة خفيفة خالص منها بالطريقة هاي، وأمسح طبعا على وش التورت غاية ما أغطيها بطبقة خفيفة من
تغطية الجبن، وبعد هيك أي تشكيل من الخضروات اللي موجودة عندي. وبس أوصل لهاي المرحلة ممكن أقول للصبايا الصغار أو بنوتك معاكي تعالي ماما ساعديني، خليها هي تحط هاللمسات الخفيفة وتبدأ معاكي في المطبخ. خلينا نشوف بعد هيك طريقة تقديم التورتة المالحة. التورتة المالحة بنزينها على حسب الرغبة، ممكن نستعمل شوي من الكاتشب لكتابة أي إهداء أو ترحيب على سطح التورتة، وزي ما قلنا على حسب الخضروات اللي موجودة عندك بتقدري كل يوم تعملي تورتة بشكل جديد وبحشوة جديدة وتتفنني وتبدعي في المطبخ. جهزنا العجينة، سبناها ترتاح، حطيناها في قالب مرتفع الحافة وخبزناها، قطعناها إلى شرائح، جهزنا خلطة الحشوة مع بعضها، جهزنا خلطة التغطية، حشينا التورتة وزيناها بالخضروات والزيتون.